في كثير من الاتهامات يعني تتهم مساعد للطيري تقول انه هو يحاول يخرب الذوق العام للرجل الشرقي. والله شوف، اذا اللي انا اسويه نوع من انواع تخريب الذوق العام، انا ادرف بهذه الجريمه. اذا كان تغيير بعض القواعد الخاطئه من ناحيه الالوان والقصات او حتى القطع اللي المفروض الرجل يلبسها ومفروض ما يلبسها، انا قاعد اخرق هذا النوع من القواعد يعتبرونه تخريب، انا راح اخرب الذوق العام زياده. احنا وصلنا معاك الى سؤال الخط الاحمر في هذا الظرف، في سؤال موجه لك، لك الحق انك تجاوب عليه او ترفضه، في حال قبلت تقرا لنا السؤال. ان شاء الله. انا ما اعترف بالخطوط الحمراء، بس خلينا نشوف معاك يمكن انت صدق زين. اوكي، سؤال جميل جدا، اشكرك لانك سالته. سؤال الخط الاحمر راح اقوله للكاميرا، هناك شائعات تلاحق من يشتغلون في مجال الازياء والتجميل انهم مثليين، شنو تقول اللي يحاول تشويه صوره هذه الفئه من الشباب؟ انا بقول لك ان انا ممكن حاشتني هذا النوع من الشائعه، وهذا شيء طبيعي، لان دائما كل مهنه يصير لها مثل ما تقول تركيبه داخل مخ الناس عن اي شخص يعمل في هذه المهنه. عندنا دائما مهنه ان المحقق دائما شخص يقعد كذي ويفكر ويشوف ويحط، الشرطي دائما شخص جلف، دائما شخص يبي. فنفس الشيء العمل بعالم الازياء حكم ظروف ان كثير من المصممين وكثير من الناس اللي يشتغلون فيه يميلون لهذا النوع ويكونون من المثليين او يكونون من الناس الانعم في حركاتهم وكلامهم. ويمكن في ناس كثير خدت هذه الصبغه علشان تمشي شغلها، لان النساء لما تلقى رجل يكون ناعم او رجل يستوعبها راح تكون مرتاحه معاه، تقول له شنو تحتاج، تكون مرتاحه حتى بطريقه الفيتنج والاشياء هذه. فهذه الصبغه اللي صارت مرتبطه في كل واحد مصمم، ستايلست، ار دايركتور، بياع، اي واحد يشتغل في عالم الموضه كونها 90% نسائيه لازم يكون. بس انت اليوم مساعد